هنا عندنا هنا دول مجموعة حمام سيلفر وارد الكويت، عمر السيلفر 3 جواز منهم عمرهم بالظبط بالظبط 11 شهر، بالظبط 11 شهر، والحم من 8 شهور وانت نازل بقى. وما شاء الله يعني الحمر اللي هنا دول من انتاج اولاد الشركه الفرنسيه، من اولاد حمام الشركه الفرنسيه، يعني دول يعتبروا احفاد. تمام. وما شاء الله منهم كتير شغال تحته زغاليل واللي تحته بيض، ده كله اكبر حاجه فيه عمرها 11 شهر بالظبط. والاحمر 8 شهور، الاحمر من 8 او 9 شهور وانت نازل بقى، لغايه مثلا في فيهم حمام يعني مثلا اللي واقف على الاكله ده لسه يا دوب بادئ يكتم صوت، واخوه اللي هناك ده بادئ يكتم صوت، في مثلا ده تحته زغاليل، اللي هناك ده تحته بيض. بس البيع ان شاء الله المجموعه على بعضها، انا مش بحب ان انا يعني اقعد اجري ورا الحمام وامسك الذكر، لان الحمام زي ما حضرتك شايف كده والناس شايفين حمام متربع السايق. حمام متربع السايق هم 15 جوز، 15 جوز منهم تقريبا يعني 12 او 11 جوز منتجين تحتهم بيض او زغاليل، او مثلا زغاليلهم كبرت وبيطردوا، والباقي بقى مثلا كاتم صوت، ومنهم اللي على وش شغل 15، وفي مثلا حوالي 3 او 4 كاتمين صوت، دول هيبقوا هديه فوق المجموعه ما شاء الله. واحجامهم ما شاء الله، يعني الزغلول ما شاء الله احجامهم حلوه يعني ما شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده زغلول من اولاد الاحمر يا جماعه اهو ما شاء الله. زغلول مثلا ايه، وهنا انتاجهم اهو. يعني طبعا انا ما بتدخلش في تجويز الحمام يعني. يعني في متجوز احمر متجوز سيلفر، وفي احمر واخد احمر، مش هتفرق الحكايه ده. في سيلفر من الثلاث تجواز السيلفر، في منهم بيطلع احمر من السيلفر نفسه بيطلع احمر. ففي احمر من اللي هو يعتبر سلاله واحده يعني. يعتبر تقريبا يعني، ففي احمر من انتاج الشركه اخد احمر من اللي هو ايه، من اللي طالع من تحت السيلفر وبينتجوا احمر يعني. طيب نقول للناس العنوان يا استاذ احمد. الروضه دي تبع مركز فرسكور صح؟ محافظه دمياط. تمام، تبع مركز فرسكور محافظه دمياط. انا مثلا لسه شاب صغير، استنى لما امسكها كده اشوف عليها كام ريشه. دي ايه؟ اول حصيه؟ اول بدله هي بيضه اهي، شوف ما شاء الله ما شاء الله. على اخر ريشه، لا قدامها 3 ريشات اهي، قدامها 3 ريشات. اول ما شاء الله البيض معمر، حمام بيحص يا جماعه اهوت، وهو لسه عليه ريش. البيض معمر قدامها 3 ريشات، والبيض معمر يعني مثلا هي بيضه قدامها 4. بسم الله ما شاء الله. طيب جوله كده برضه نوري لهم البيض، مش عارف بقى هنا. شوف انا محطن هنا بيض برضه، انا بعت مجموعه حمام ابيض، ففي ايه مثلا ابيض مع بس ما شاء الله محضن هنا اهو. هنا مثلا على الارض، وهنا بيض، هنا بيض، وهنا بيض، وهنا فوق خالص، وهنا بيض برضه بتاع لحم السلفر او الاحمر، وهنا برضه بيض. المهم يعني الحمام شغال يا جماعه، يعني دي اللي احنا بنحب دايما نوريكم شغل الحمام. هنا زغاليل، 3 زغاليل اهو، وهنا برضه زغاليل. جوز اللي منقرهم احمر دول ممكن يطلعوا حمر يعني ما شاء الله، ما اعرفش هم ولاد الصراحه يعني. وفي هنا مثلا بيطرد ولامم قش هنا اهو، وهنا في زغاليل اهو، زغلول احمر، وهنا بيض برضه اهو، لسه اول بيض اهي، بيض الحمام لسه طايق. تمام، دي زغاليل صح؟ ما شاء الله ما شاء الله، زغاليل يا جماعه سيلفر محترم اهي، هديه مع الحمام. دي النتايه اللي هي اللي احنا قلنا هي بيضه، شوف شابه لسه صغيره، وده فرد احمر اهو، زغلول لسه كاتم. بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى جزء السيلفر واحد طالع صغير شويه. وهنا هو ده ممكن يطلع احمر. ما شاء الله. تحتها جزء اهو. تمام. وده برضه الحمام هنا شغال اهو يا جماعه.